اهلا بحضراتكم من جديد. ضيفكم النهارده يعني واحد يعني بنفتقده في الملاعب دلوقتي، كان لعيب حاجه كده نص ملعب ما شاء الله، من رجليه تقيله من اي مسافه في الملعب، بيشوط ويسدد ويحرز اهداف. منورنا يا كابتن هشام. كابتن اسامه، تحياتي لحضرتك وبتشرف بيك دايما، ودايما متالق على الشاشه ومتالق خارج الشاشه كمان، فيعني واكيد انا ما تفكرنيش بس بالملعب بتاع الماتش القدامى. كله كان اوزان، كان اوزان كبيره شويه يعني، لكن والله يعني فعلا متالق وبتشرف ان انا اكون معاك، وبتشرف ان انا في بيتي النادي الاهلي وقناه الاهلي، بيتنا كلنا يعني. انت دايما منور في اي مكان هشام، وخاصه قناه الاهلي. في التقرير كان في لقب الكابتن هشام حنفي، المكوك والمدفعجي. صح. كان اللقب ايه اللي يعني الاحب الى قلبك؟ المدفعجي. مدفعجي. يعني رغم ان المكوك كان مميز جدا، انا كنت انا الوحيد اللي بجري كتير قوي. فكنت بجري في كل حته في الملعب، وكان الجري بتاعي كان كتير، ما كنتش بتعب الحمد لله يعني. فكنت مميز جدا في استخلاص الكوره، في انهاء الكوره. لو الكوره هتلاقيها قدامي يعني، في ماتش كابتن رحمه الله عليه محمود بكر بيذيعوا، كان ماتش جمهوريه شبين. انا جايب جون، لا مضيع فرصه جوه الستة ياردة، كان لعبتها ورقصت، لعبتها لحسام حسن وضاعت في ساعتها يعني، هي اتحطت وتردت علينا، كنت انا بجيبها من خط الدفاع عندنا من على الستة ياردة، من جاب كابتن شبين، رجعت بسرعه في ثانيه يعني سبحان الله. حتى قال لك ايه ده، هو طلع انا بص شاب حنفي هنا، لقيت شاب حنفي هنا. فيعني كنت مميز الحمد لله بالجري كتير، كنت انا بجري على نفسي كتير وبشتغل على نفسي كتير في موضوع الجري بالذات. مهاره التسديد برضو، انت لما بتتفرج على الدوري الممتاز دلوقتي وتلاقي لعيب سدد بس ناحيه المرمى مش سجل، تقول ده في لعيب يعني، وتقعد تفتكر الناس القديمه. كابتن هشام حنفي من اللعيبه اللي كان بيمتاز مهاره التسديد، ما شاء الله ليك اهداف مؤثره كمان ومن زوايا بعيده. مهاره التسديد دي برضو اكيد ناس اشتغلت معاك، مدربين. اقول حاجه، انا اشتغلت عليها على نفسي، كنت بروح السندباد. السندباد؟ انا شوف هتقول لي ايه السندباد، ملاهي السندباد فاكرها؟ اللي كانت مصر طبعا جديد. مصر كل جديد. مصر الناس عارفاها كلها. كنت بروح وانا صغير بعد التمرين او يوم اجازه، انا وتامر بجات واحمد سامي وشلتنا وهاني العقبي وسامر عبد الرحمن واشرف ممدوح، كل فئه عشان كان في لعبه هناك معموله حلوه قوي، هي دي كلنا كنا بنروح نراهن فيها الناس كلها، يعني ايه بنكسب فلوس من الناس. لعبه كان ازاي تسدد الكوره وتجيب قد ايه كيلو متر، او تجيب قد ايه الوزن. فانت تشوط الكوره، الكوره تطلع لك كده وانت تشوطها، فلما تشوطها هتخبط فتعمل لك هدف تسديد. وانت بتتكلم عن التسديد، عن اللعبه اللي كانت في السندباد معانا كمان. بص الجون ده من احلى الاجوان اللي انا جبتها في حياتي بصراحه، لان هو في جمله تكتيكيه معموله مش اي حد هيعرف يعملها. انا بكلمك بجد، الكوره دي لان كان فريق نادي الزمالك ما كانش واقف على 10 ياردة، ده كان مباراه الحرس والزمالك. فالزمالك اهو هنا، بص الترقيصه دي انا عايز بقى طبعا يعني، بص الاخراج يجيبها تاني هقولها لك، حتى من الاول لك. خلي الكادر الواسع الاولاني، بص اقف بس الاول نشرحها. ارجع بس ده سقف لسه قبل ما تتلعب، هشرح لك بس ليه التكتيك فيها ازاي عشان الناس تتعلم او تعرف الواحد فكر فيها ازاي. يعني ارجع بس وقف ثانيه واحده، بص اقف هنا، لا يعني اقف هنا بس، اقف استنى بس، بص اصلا الحيطه واقفه، ده يا دوبك 3 ياردة كابتن اسامه، فالكره اتلعبت لي التسديد مقفوله تماما. طبعا ده يعني طبعا احنا المفروض نقف 10 ياردة، الكره كانت على 5 ياردة، فالكره لما اتبصيت لي هم عارفين ان انا هشوط، رحت عامل ايه؟ فتحت رحت انا فاتح لنفسي ومرقص ورحت مسدد في الكوره، فدي مش اي حد، اي واحد تاني هيجي يسدد هتخبط في اللاعب اللي قدام بالظبط يعني. فعشان كده بقول لك احلى هدف جبته من التسديد كان في مباراه ايه؟ يعني الاهداف اللي الكابتن هشام حنفي ما انساهاش، الاولمبيك البيضاوي المغربي طبعا، البطوله العربيه هدف. ده اول حاجه البطوله العربيه طبعا بالنسبه لي هدف مميز يعني. ده اول اهدافي مع النادي الاهلي، واول نجوميتي مع النادي الاهلي. ده اول هدف ليك مع النادي الاهلي؟ اول هدف كان اول هدف سبحان الله، جبت جونين اول يعني، كان بدايه معرفه الجماهير الاهلي بهشام حنفي. ده حقيقه يعني، فمن احلى الاهداف اللي انا جبتها. وفي هدف بيفكرني بقى بهدف المنتخب مع عمر مرموش اللي انا جبته في ليبيريا، نفس الزاويه نفس التسديده بتاعتي بنفس الشوطه. ده في الالعاب الافريقيه ولا كنا في، لا في تصفيات كاس العالم مع كابتن جوهري رحمه الله عليه. هو الماتش ده اللي خرجنا، ان احنا هناك اتغلبنا 1-0 في غانا. وجبت جون هنا في ليبيريا من تسديده رائعه فعلا بجد يعني، لان هي اول حاجه على شمالي ومن زاويه صعبه قوي يا اسامه، فانك تجيبها بالشكل ده فكرتني بعمر مرموش يعني.